في ضيف جايلك بره. مين يا فوزية؟ الجدع المحامي صاحبك بتاع زمان. سلام الخبر من رب الرحيم نصر. يبتهيلي هو. طيب اهلا بالافوكاتو. منور. النور نورك يا غالي. سبع على ضبع. سبع طبع صحيح. الراجل وافق. امتى وفين؟ لا لا، امتى وفين دي مش بتاعتي انا، دي بتاعته هو. هو هيتصل بيك بطريقته ويحدد الميعاد. اجراءات امن بقى، ما انت فاهم. لكن انا مديكم مهله لبكره الصبح بس لغايه ما احدد الميعاد. لكن المقابله ده ميعاد تاني ولا ايه؟ عقر يا نصر، عقر صحيح. انما قول يا محفوظ اخويا، انت عايز تقابله ليه؟ ممكن اعرف؟ مش مهم تعرف، المهم اني اقابله، ويا ريت الميعاد ما يتاخرش. وماله انت الغالي. وبعدين في اخوك ده فوزيه، هو هازز طوله وجاي من بره عشان كل يوم والتاني نتشد معاه في سين وجيم. وطي صوتك لا يسمعك. ما يسمع، انا قلت له الكلام ده قبل كده الف مره وهو ما فيش فايده، راسه ناشف وما يسمعش الكلام. انت عارفه اللي قاعد بره ده يبقى مين؟ محفوظ عارف بيعمل ايه كويس يا حامي، وبطل لوكلوك بقى، صدعتني. اعوذ بالله من غضب الله. يعني انا اللي كلمتي تقيله وبتقف الزور؟ طبعا، من ساعه ما شرف جنابه وانا اللي بنام على الكنبه. انت بتقعدي في بيتك معززه مكرمه، وانا اللي بتشد معاها انجازي هناك. انت اصلك ما شفتيش فرج؟ يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ عايزه يعمل اللي هو عايزه، بس بعيد عن البيت والجامع. لا بقول لك ايه يا حامد، انت تقف معوك وتتكلم عادل. البيت ده بيت محفوظ واحنا كلنا ضيوف عنده. لو احنا بقى مش عاجبنا الحال احنا نخرج، لكن هو ما يخرجش. نخرج؟ نخرج نروح فين يا فوزية؟ وهو يخرج يروح فين بقى بعد الغربة دي كلها؟ عايز تغربه عن بيت ابوه وامه كمان؟ يبقى حرام علينا يا عم الشيخ. استغفر الله العظيم. بس انا هفكرك اهو، هنتشد معاه كلنا ان شاء الله على الامن، والله بعقد الهاء لفكرك، وهتقولي ان انا كان عندي بعد نظر. بس بقى برضو احتياطي، حضر الشنطه كده. يبقى نصر على اتصال بالناس اللي هناك اللي بعتوا وراك ابو خليفه. نصر ده داهيه بسياحه، عامل زي الاخطبوط، ليه دراع في كل حته. تفتكر هتقابل ابو خليفه فعلا ولا ده ملعوب من نصر؟ هو قال لي انه هيقابلني كمان يومين ثلاثه، وهيحدد الزمان والمكان. مهمتكم بقى انكم تفضلوا ورايا لحد ما اقابله، وبعد كده تمسكوه، وبعد كده بقى عملت اللي عليا. لا لسه كده، انت ما عملتش اللي عليك. انت في معلومات مخبيها عن نصر تلزمنا ولا ايه؟ برضه اللي في دماغك في دماغك يا محفوظ. اسالك سؤال، انت لما رحت قابلت نصر، رحت قابلته من ورايا ما بلغتنيش، وقبليها لما رحت الحفله الكبيره دي رحتها برضه من ورايا وما قلتليش. انا رحت لنصر مكتبه من غير ما اقول لسعادتك، لانها فكره وطقت في دماغي فجاه كده، فما حبيتش اجلها لحد ما اخد راي سعادتك فيها. بالنسبه بقى للحفله، فهو يعني ما عزمنيش كده وخدني معاه من دماغه. الست اللي اسمها يسريه دي، الست الغنيه قوي دي بتاعت الحزب، بعتته عشان يجيبني في ايديه وهو رايح الحفله. ولعلمك الست يسريه دي عرضت عليا ان انا انضم للحزب وانا رفضت. انا بسمع كلامك يا شكر باشا،
وماشي جوه الحيط جوه الحيط. والناس اللي جات لك الحاره وبعديها اقل من ساعتين كان نزل لك فيديو على النت معاهم، ده كان ايه؟ والله العظيم ثلاثه ما انا عارف، انا لا كنت عايز اقابل حد ولا حابب اتصور مع حد. استعمل ايه بقى؟ النصيب. اسمع محفوظ، بكره لما ابو خليفه يوقع هتيجي عندنا تاني وهيسالوك هم بقى الاسئله دي، بس اعمل حسابك مش بنفس الهدوء اللي انا بكلمك. وانا قلت لك يا باشا انا لو عندي حاجه تانية اقولها كنت قلتها لك فعلا، بس ما عنديش حاجه. صباح الخير يا ماما. صباح النور. في حاجة؟ قولي لي انت، في حاجة منا؟ حاجة زي ايه؟ زي دي مثلا. الخاتم ده جبتيه منين؟ انا حافظة ذهبك حتة حتة. انت بتفتشي في حاجتي يا ماما؟ ما كانش قصدي، كنت بدور على المشط بشويش في الدرج عشان ما صحكيش، لقيته في وشي. ده بتاع واحدة صاحبتي. نعم؟ واحدة صاحبتك؟ هقولك على كل حاجة بصراحة. السنارة غمزت بسرعة يا ست اللواء، واحتمال ان نصر يكون بيلعب بيه. سيادتك المعلومات اللي عندي بتقول ان لو محفوظ عنده معلومات مهمه وخطيره وفعلا بيهددهم بيها، ده ملوش غير حل واحد، انهم يتخلصوا منه. عشان يتخلصوا منه هيتخلصوا منه عن طريق ابو خليفه، وده اللي انا عايزه. انا كل خوفي بقى ان المعلومات اللي مخبيها محفوظ زلطه تكون اهم في حاله لو قبضنا على ابو خليفه ده. أبو خليفة هو المتهم الأساسي في تفجيرات وسط البلد، يعني القبض عليه سيادتك هو قانون بعينه. أيوه، لكن أنا شاك في محفوظ بيزيد يوم عن يوم، ما هو حاجة من الاتنين، يا إما هو ما يعرفش حاجة فعلا، يا إما يكون أدهى وقال عم النصر ويكون هو اللي في إيده كل الخيوط. سيادتك ما ينفعش بعد ما محفوظ ساعدنا وعمل اللي عمله ده نفكر فيه كده. جهزت خطة لتتبعه؟ حصل سيادتك، وجاري التنفيذ. أي أوامر تانية؟ تحت أمرك. كده برضه يا منة، حاجة زي دي تفضلي مخبيها عني لحد دلوقتي؟ أنا كنت مستنية الوقت المناسب يجي عشان أحكي لك وأقول لك، وديني حكيت لك وطمنتك. طمنتيني ولا قلقتيني زيادة؟ أنتي عارفاني كويس، ما بحبش الهزار ولا تضييع الوقت، يعني الحكايه كلها جد في جد. جد ازاي؟ والواد رامي ده واد فاشل وصايع وفلاتي، ولا له اب ولا ام، حتى عم مينا اللي مربيه مدوخه السبع دخات. واحد في سنه ده ومعاه تمن خاتم زي ده ما يبقاش انسان فاشل. الخاتم هو ده كل اللي همك؟ هو مش مشكله ان الشخص اللي ارتبط بيه يكون معاه بدايه انه يبتدي حياته؟ وما فكرتيش جاب تمن الخاتم ده منين وهو لا شغله ولا مشغله؟ هو داخل بيزنس وهيجيله فلوس كويسه قوي على العيد، يعني الموضوع ممكن يبقى رسمي.
عقبال بقى ما يبقى رسمي الخاتم ده يرجع. يرجع ايه يا شيخه؟ حرام عليكي، اللي ما تقدريش تعمليه علني وعلى عينك يا تاجر ما تعملوش في السر. عارفه ده يبقى اسمه ايه؟ اسمه شغل حراميه. شوف عبد الله، اعمل خير تلاقي خير، اعمل شر ما تلاقي غير الشر. حب كل الناس عبد الله، ما تبصش لا لون ولا لغه ولا دين. حب عبد الله اصل كل حاجه حلوه في الدنيا. ما تكره حدا عبد الله، ما تكره حدا. الكره عبد الله اصل كل الشرور. افتكر الكلمتين دول كويس عبد الله. لو في يوم كبرت وما لقيتنيش جنبك افتكر الكلمتين دول كويس. وبعدين عبد الله عايزك ما تنزل بره البيت كتير. قعدة البيت عبد الله زين حلوة. وانت بتبص عليه عبد الله بتبص. كنافة لا مؤاخذة يا سيد الأستاذ، ما كنتش عارفة إنك هنا. خلي بالك يا ست، تصلي تقعي. خلي بالك، أصل أنا كنت بظبط الحرامي. حرامي؟ حرامي الدش. وسمعت الكلمتين الحلوين اللي كنت بتقولهم لعبد الله. والله انت اللي كلامك عسل. وانا حاجي ايه جنب واحد متعلم ومتنور زيي؟ ده انا ما بعرفش الالف من